FM من 7 ل 10 متاع الصباح. رجع بيدي. مرحبا بكم من جديد 9:11 دقيقة حلقة الاثنين 27 مايو 2024. دخلنا في ساعتنا الثالثة من الماتينال سي ديس على FM. بحذايا محمد الهادي البخوش نجم قسم الرياضة. صباح النور. صباح النور خلود. صباح النور. صباح النور على جميع المستمعين، على الناس الكل موجودين في الاستوديو، كذلك المستمعين متاعنا في تونس وخارج تونس. بعد شوية باش نحكيو كورة على المستوى الوطني، أما توتسويت باش ننطلقوا لفرنسا الباريس وين موجود صديقنا أمين غلانزا. توتسويت لو مومون رولان غاروس. لو مومون رولان غاروس برعاية رونو ولويد أسيرونس. مرحبا بكم من جديد. 9:12 دقيقة باش نمشيو كيما قلنا الباريس وين يستنى فينا صديقنا أمين غلانزا. شانسو أمين غلانزا، توا الدنيا ماكلة بعضها ما عنا وهو في باريس. وين تحسوا في قهوة؟ تحسوا في وين غلانزا؟ صباح نور خالد، تحية ليك، تحية لجميع المستمعين والمشاهدين. أنا حاليا متواجد في منطقة مونبارناس سان بلاسيه، سأتوجه طبعا إلى مجمع رولان غاروس لمواكبة اليوم الثاني من الجدول النهائي. نهار اللي استناو فيه توينسا كل، نهار اللي تنطلق فيه أونس جيبر في مغامرتها في دورة رولان غاروس من خلال ملاقات ساشا فيكري الأمريكي. شانسو الحقيقة خالد، راهو مش أول مرة أنا نغطي رولان غاروس. نعرف. حاضرة في أكبر الدورات وإي إف إم، الداعم الأول في تونس من بين وسائل الإعلام لرياضة التنس، من كيات فيني شوبان انتقلنا دورة رولان غاروس. إن شاء الله نبقى حاضرين في دورات أخرى كبيرة، إن شاء الله ويمبلدون، إن شاء الله يو إس أوبن، وعلاش ناوي أستراليا أوبن زاد خالد. أي ماذا أستراليا أوبن زيدا طميع كبير. أنتوكا حتشاي ميو حتشاي ميو سعيب. سواء نحب نشكر هنا السponsor بتاعنا رونو، وكيف كيف السponsor بتاعنا لويد أسيرانس اللي مكنونا أنتلو تربش أن نغطيو الإيفينمون هذي. وكان جيت أكثر فلوس من أكثر السponsorات نمشيو لأستراليا، نمشيو لأمريكا، نمشيو للمريخ. كان تحب وصحة ليك صديقي. ليه انا مع رونو مع لويد، وايضا زيد من سيفش كيا زيد اللي كان دعمنا في دوره كيا تونس اوبن. البارح كان اليوم الاول من الجدول النهائي، ما فماش مفاجات، ما فماش دي سوربريز على مستوى الرجال. الكراز المصنف الثالث عالميا بكل سهوله 3-0 يفوز ضد وولف الامريكي. فافرينكا البارح مباراه القمه مع أندي موراي في النايت سيشن كيف كيف بسهولة تجاوز منافسه وفافرينكا اللي توج بلقب دورة رولان غاروس في مناسبة سابقة. أيضا أوزاكا فوقت على برونزيتي. هذا ملخص ممكن اليوم الأول من دورة رولان غاروس. بالنسبة لي اليوم الثاني طبعا الناس كل تنتظر وتستنى في أونس جيبر اللي تلعب نص نهار وقت فرنسا 11 وقت تونس، أول مباراة في ملعب فيليب شاتخيي الكور سنترال ملعب الرئيسي ضد ساشا فيكري. موازين القوى هنا بعيدة برشا طبعا أونس جيبر مقارنة بساشا فيكري، الشيء بعيد على بعض. أونس جيبر مصنفة 9 عالمين، ساشا فيكري 73 عالمين أفضل تصنيف لها و124 حاليا. ساشا فيكري لعبت مرتين دورة رولان غاروس، لم تتجاوز الدور الأول وإن شاء الله الثالثة ثابتة. ساشا فيكري في لي غران شلام مرة تجاوزت الدور الأول في اليو اس أوبن، مرة تجاوزت الدور الأول في أستراليا أوبن معناها حدها للدور الثاني في ويمبلدون، وفي رولان غاروس لم تتجاوز الدور الأول. هذا بالنسبة للمنافسة. ساشا فيكري بالنسبة لأونس جيبر إن شاء الله حاضرة، كنت واكبت التدريبات البارح، إن شاء الله في قمة مستوى. إن شاء الله تعرف خالد المباراة الأولى ديما فيها شوية كومبليكاسيون، يعني باش تدخل في في الكومبيتيسيون، باش تدخل في الدورة في أي رياضة، مش كان في دورة رولان غاروس ولا رياضة التنس. إن شاء الله أونس تكون في قمة التركيز بدنيا حاضرة، فنيا شفناها الحقيقة تدرب مع عصام وكريم وكانت في أعلى مستواها. إن شاء الله أونس جيبر تحسم المباراة هذه بسهولة وتتعدى للدور الثاني. ديما هكا الدور الأول رانا كما قلنا يلزم تركيز منذ الدقائق الأولى. بالنسبة لليوم خالد، اليوم فما مباراة
منتظر ليه بعد مباراة ساشا ذكري ساعة قبل بربي قبل ما ننطلقوا مع قبل ما نمشيو للماتشات الاخرين فما ديجا موفمون معناها فما بوبليك تونسي تحسوا ديجا يحضر في روحه الماتش انس ولا لا ان شاء الله ان شاء الله باش يكونوا حاضرين خالد على خاطر برشا توانسه سالوني على لي تيكي وبرشا قاعدين يقتنيوا في التذكر هو شنو خالد نهار اثنين ممكن نهار خدمه دونك الحضور ما تصور باش يكون كيما في الويكاند خاطر البارح كانت الحركه مزدحمه جدا في اروقه ملاعب رولان غاروس مالغري انه كان فما بعض الأمطار اللي تعطلت وشفنا السقف المتحرك حتى ملعب فيليب شارتخيي في خلال مباراة الكراز وولف رغم هذا الجماهير كانت حاضرة بأعداد غفيرة ويكاند نهار حد مش كيما باش يكون نهار اثنين يوم عمل بداية أسبوع لكن التوانسة أكيد باش يكونوا حاضرين لدعم بطلتهم المفضلة أنس جابر ثلاثة نهائيات في دورة غران شلام إن شاء الله علاش ليه رابع نهائي لأنس وأول لقب لها في دورة الدورات غران شلام به فيما يخص التذاكر التذاكر راه موجودة خالد يجي فيه هكا شوية صبر على الانترنت ما تعرف ريفريش كي تبدأ باش تقص التذكرة باش نلقاو تذاكر باش يكونوا ممكن الأسعار مرتفعة شوية لكن ممكن التوانسة اللي يعيشوا في الخارج السعر في المستنى قديش قديش بال... فلا يرى وانت وزهرك خالد تنجد تلقى التذكرة بسبعين ورو ستين ورو تنجد تلقى أكثر تنجد تلقى حتى أقل هما تذكرة على نهار كامل وزهرك وانت بصبرك كيف هذي خاطر انا عمري ما عشت باسي دخلك باسي دخلك طبعا لكل المباريات إذا تقص مثلا فيليب شاتخيي تتنجم تحضر كل المباريات في فيليب شاتخيي اللي فيه اليوم أربع مباريات وفي مباراة طبعا في ساعة متأخرة في الليل الإيفنينج أو النايت سيشن به بالنسبة للمباراة اليوم ساشا فيكري أونس جابر نص نهار وقت فرنسا 11 وقت تونس بعد إيغا شفونتيك جون جون الفرنسية إيغا المصنفة الأولى عالميا المرشحة رقم واحد للفوز باللقب حسب كل الفنيين والأخصائيين ثم مباراة يستنيوا فيها الناس كل مباراة حامل لقب 14 مرة رافا نادال اللي يصطدم بخصم من العيار الثقيل اللي هو ألكسندر زفيريف الألماني المصنف الرابع عالميا ماتش هذا يعني كثير لزفيريف ونادال زفيريف لأنه يحب ياخذ الرونش نتاعو نصف نهائي 2022 وانسحب لإصابة وقتها ونادال كمل المشوار وتأهل للدور النهائي وفاز باللقب ورافا نادال طبعا لتحقيق اللقب رقم 15 رقم صعب جدا يعني 14 جراند شلام يسعى للفوز باللقب رقم 15 بون كانت فما مبرمجه سيريموني وداعيه حفل وداعي لرافا نادال لكن أميلي موريسمو مديرة الدوره قالت انه فما شكوك انه رافا نادال ممكن يزيد يلعب مره اخرى في رولان غاروس قال لك احنا نعملوا له حفل وداعي متى يشاء رافا نادال لكن لحد الان ما نعرفوش انه هذه هل هي المشكله ولا انه نادال صرح انه اخر عام ليه في مسيرته كلاعب تنس هو عام 2024 موضوع للمتابعه الحقيقه نايت سيشن في مباراه لغايل مونفيس محبوب الجماهير الفرنسيه وتعرف كيف يلعب لاعب فرنسي لهنا راو الكور يبدا خالد معبي وثقه الاستيعاب تكون كامله والناس كل تشجع ودز نقوله مع اللاعب الفرنسي او اللاعبه الفرنسيه اللي تشارك في دوره رولان غاروس ولو انه الفرنسيس في السنوات القليله الماضيه عملوا مثلا خيبه امل ما تجاوزوش تقريبا الدور الثاني رجال ونساء جاي مونفيس سيواجه سيبوثوال البرازيلي اللي حسب الفنيين مرشح للتجاوز هذا بالنسبه لبرنامج اليوم فمباراه اخرى في سوزان لونغلين تنطلق بعد اقل من ساعه بين المصنف الثاني عالميا يعني كسينر الايطالي محبوب الجماهير ومن احسن اللاعبين في العالم اللي يواجه يوبانكس الامريكي اللي منذ فتره قليله او ليس ببعيده خالد كان محلل معناه ما يشاركش في لي غران شليم اصبح من اللاعبين نشوفوهم برشا في اكبر دورات التنس في العالم.
واضح، شكرا ليك. كان يسلم عليك المشي، قال لك فرمان في الدندين وتفلم علينا خاطر خاطر الديكور. مش مره جاي بعد التوري فيل غدوه صباح بعد التوري فيل جلانس سينا. لن اعلق له مشي ونوجه لك تحيه، لن اعلق ونوجه لك تحيه. وباجا زيد تسلم عليك، قالت لك ان شاء الله ما تكملش كارير نادال من البرومي تور المره هذه. حبوك برشا. انا حضرت على ندال هز جرون شليم معناها. اه فوالا هز رولون جاروس. المره هي شال المره هذه ما تقتلوش من برميتو. بالماريس يحكي على روحه. بالماريس سابق يا خال. بالماريس كنت يا مش ندال. ميرسي بوكو، ميرسي بوكو امين جلانزا. جلانزا تسمعوه في مداخلات يوميه في الماتينال في برنامج سبور شيك ومع محمد الخميسي في الدوامه بلوس. كان هذا لو مومون رولون جاروس. مواصلين مع أخبار الرياضة مع محمد هادي بخوش، شوية آخر فاصل وراجعين. انتم تسمعوا في خالد العبيدي من 7 للـ10 متاع الصباح على اي اف ام احلى راديو. مرحبا بكم من جديد. 9:23 دقيقه الاثنين 27 مايو 2024، مواصلين مع السبور. بحضنا نجم قسم الرياضه محمد هادي بخور. صباح النور. مرحبا بك خالد، نجم المذيعين الكل انت. عايشك لو فيك نعرف نعرف. نبداو بالهوند. الف مبروك للترجي الرياضي التونسي التتويج باللقب البطوله بعد فوزه ذهابا وايابا على غريمه على تقليد نادي الافريقي في قاعة رادس. البارح كانت بنتيجة 33-27، مباراة الذهاب كانت 31-25، كانت وقفت في دقيقة يعني قبل 49 ثانية من نهاية المباراة. يعني يأكد سيطرة الترجي الرياضي التونسي على كرة اليد التونسية. ما زلت مباراة زادة أخرى ما بين الزوز فرق اللي هو الكوب، طرح الكوب نهار الأحد إن شاء الله أو نهار السبت 1 جوان في قاعة متعددة الاختصاصات برادس. يعني باش نراو برشا دربيات الأسبوع ونهار الأحد زادة فما دربي آخر، دربي الكرة مرة هذه، دربي الفوت في الجولة الثلاثائية مرابطة المحترفة الأولى بين الترجي الرياضي التونسي والنادي الإفريقي. نجم نقولوا أو النادي الإفريقي والترجي الرياضي التونسي بما أنه هو الفريق اللي يستضيف. دونك خلينا نقولوا جمعة دربيات، ومرة أخرى ألف مبروك الفوز باللقب بالنسبة للهوند لفريق الترجي الرياضي التونسي دي دوبلي السيزون هذا بعد كأس الإفريقية. البطولة التونسية مازال يلعب على وجهة أخرى هي كأس تونس ما بين وهو غريمه تقليدي نادي الإفريقي. مبروك مرة أخرى للترجي الرياضي التونسي وحظ موفق للزوز فرق في الفينال متاع فينال تاع الكوبا. هاي فينال تاع فينال كوب نهار السبت الجاي. نهار السبت 1 جوان هو في مع 6 تاع العشاء. دوك السبت هوند لحد فوت هو كان وقتها حطوهم زوز مباريات مع بعضهم، لكن توا الرابطة المحترفة رابطة كرة القدم فيراتس ولا فيراتس هي فيراتس فيراتس الزوز فيراتس القاع اي دونك لازم مش ما نجموش فرد نهار ما نجموش ما من الاول ما عملوا هكاك. دونك حكينا فيه الموضوع مع اسامه وكنت اون فيت الفوت اللي هما قدموا او وخروا الماتش بنهار. الفوت هما اللي جات منهم منهم الفاز على الاقل، خاطر كانوا حكينا فيه قلت لك الموضوع قبل خالد وكانوا معناها فما هكا نقولوا احنا جامعه توسالي كنت اليد كانت كريت لي صاله لو بروميي جوان اي بورتون جامعه اليد كريت صاله قبل اي هذيك علاش يمكن الفوت هو اللي وخر. دونك ديربي الهوند نهار السبت، ديربي الفوت نهار الاحد. باش نحكيو فوت احنا تو مازلنا باش نحكيو فوت باش نحكيو فوت نحكيو على مستقبل المرسى اللي للاسف غادر الرابطه المحترفه الاولى للرابطه المحترفه الثانيه البارح بعد هزيمته امام الاولمبي البيجي 3-0. الاولمبي البيجي ضرب عصفورين بحاجه، كان فاز على مستقبل المرسى وكان فتك الصداره من نادي البنزرتي ولا هو في المركز الاول. لهنا ان شاء الله نقولوا عوده سريعه للرابطه المحترفه الاولى بالنسبه لمستقبل المرسى الفريق العريق هذا اللي خلينا نقولوا عاد من
من بعيد باوصل حتى للرابطه المحترفه الرابطه الثالثه يعني بعد رجع للرابطه الثانيه هز كاس وقتها وصل فيناليست الكاس تونس مع النادي الصفاقسي وبعد طلع للرابطه المحترفه الاولى لكن للاسف السيزون هذا نزل للرابطه الثانيه ومازال عنده مازال يلعب في الكوب نتاع تونس دور الربع النهائي اللي باش يواجه فيه على ما اظن الاولمبي البيجي اللي لعب له البارح ريفانش فوالا بالضبط ان توكا المسؤولين على المرسى يعرفوا شنو هما الاخطار اللي لازم يتجنبوها معناها باش ما يرجعوش للسيكل نتاع تهبط الدوزيام وتروازيام ديفيزيون على بعض وتدخل فيها دونك يعرفوا لي زيرور ايفيتي دونك عليهم كان رغم التضحيات اللي قام بهم رئيس الجمعيه بالضبط فما برشا لعب ان بون ديبيوت سيزون وي ما نقولوش ان بون ديبيوت سيزون خاطر ما ربحوش ما فيهوش ملامح نتاع هبوط فوالا ما الجواريات اللي فيها القيمه الفنيه نتاع الملاعبيه اللي فيها اللي خذاوهم يمكن مدربين زاد اللي تولوا تدريب مستقبل المرسى يمكن معش ربما الفورم معناها الفورما نتاع بلاي اوف بلاي اوت ربما يظلم المرسى اما لازم فما فريق باش يهبط اكيد 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 تو بقى مازلنا باش نتعرفوا على الفريق الاخر اللي باش ينزل مازالوا زوج جولات فما نعطيكم الترتيب مستقبل سليمان في المركز السابع مستقبل المرسى الثامن ب 12 نقطه مستقبل سليمان في المركز السابع اللي قاعد انتصر عوده مع فخر الدين قلبي المدرب الجديد للمستقبل مرسى المستقبل سليمان زوج انتصارات على التوالي الاولى امام البارح كانت امام نادي البنزرتي وقبلها كان امام مستقبل المرسى في المركز السادس نجم المتلوي 18 نقطة يعني باش تقعد ما بين مستقبل سليمان نجم المتلوي اتحاد بنقردان اللي اتحاد بنقردان نجم نقوله منع شوية ما بعيد على مستقبل باش تكون ما بين نجم المتلوي ومستقبل سليمان الصراع على المركز يعني ان شاء الله الصراع هذا يكون بعيد عن المشاكل خاطر احنا عندنا ساعة ونص قاعدين وفي البلاتويت تاع تونس الكل باش ناخذ ثلاثة ايام نلموا على الامور التنظيمية في مصر وغيره ان شاء الله ما نشوفوش احنا زادة مظاهر نتاع فوضى في تونس ما نعطيوش دروس للعباد ونعملوا نفس الاخطاء نتاعنا. طيب باش نحكيو على الكره التونسيه من ناحيه اخرى بوابه الجامعه التونسيه لكره القدم لكن خلينا نرجعوا لنقعدوا نحكيو على جمعيه نحكيو على ليتوال البارح حضرت بليغ اصدرت بليغ اكدت من خلاله سحب ثقتها في الهيكل المشرف على التحكيم وعلى راسه المشرف العام نيجي جويني وتظلم التحكيم خاصه بعد مباراه اللي جمعته بينه بين الملعب التونسي وكذلك يعني حول الهدف اللي تسجل زاد ما بي نتاع حمزه جلاسي امام الملعب التونسي وبرشا حاجات يعني كانوا ضربوا منهم اسمع كي طلعنا منيش تاع فار منيش تاع تكنولوجيا في تونس تاع فار لنا تاع فار لنا تاع كوره لنا تاع كوره خلينا اما ليه والله راهو عامل بوليميك كبيره معناها الفار حتى لتو عامل بوليميك كبيره ورينا زاد حتى في لو نيفو في الكوب دافريك في الترجي هذه التونسي ولا حتى الكوب دافريك في الصيف هذايا يرا ان فوت في الانجلتير نواصلوا نخدموا بالفار والا ليه باش تعرف معناها اللي الحكايه مازلت حتى بنت كره القدم هو شي يقول لك ستاتستيكمون يقول لك انه الفار حسن في القرارات التحكيميه بالنسبه ما بين 5 و10% يقول لك انا نحي الشارم نتاع الكره ونكسر الريتم نكسر الريتم نتاع الماتشويت وغيره على 5 و10% بقل لها دونك يورا ان فوت في الصيف هذايا في الاف اي فيدراسيون انجليز نواصلوا العمل بالفار والا لا دونك حكايه الفار مازالت عامله مشاكل مش كاين في تونس بالضبط نمشي ونرجع ونحكي ونحكي على جامعة التونسية لكرة القدم اليوم المنتظر أن وفد من الاتحاد الدولي لكرة القدم الفيفا باش يزور الجامعة التونسية لكرة القدم حول الانتخابات وحول شنية صار في الانتخابات ونوصلنا عملهم تسجيل بالضبط بعد زوز بعد زوز نقولوا نحن دورات ما صاروش اللي هما الترشحات اللي جاوا للجامعة التونسية لكرة القدم وقع إسقاطهم لهنا الفيفا قالك كنشوف شنو هي الحكايه في الفيدراسيون وباش يقابل بعض المسؤولين من النوادي باش يحكي معاهم على وضعيه الفرق ووضعيه الجامعه التونسيه لكره القدم وهنا الفيفا باش تعمل قرار اسكو باش يعني باش يكون فما باش يواصل
نحكي المكتب الجامعي الحالي التسيير الحالي للجامعة التونسية لكرة القدم هو باش يعملوا ينجموا يركبوا بيرو من عندهم ينجموا بالحق ينجموا ياخذوا الكنترول معناها هذاك علاش هنا زيارة الفيفا وهنا إن شاء الله مراوش واحد أجنبي باش يكون في الجامعة التونسية لكرة القدم ولأنه صعيب ياسر باش تتحل الأمور إن شاء الله تتحل في أقرب الأجيال نذكروا اللي هو توا حل الآن وصف جليل هو رئيس الجامعة التونسية لكرة القدم بالنيابة نخدمه بالباسكيت اليوم مباراة مهمة للباسكيت الاتحاد المنسير يلعب البال في رواندا في العاصمة الرواندية كيغالي واليوم عنده موعد مع مباراة مهمة في الدور الربع النهائي إذا بعد ما فاز في الدور الثمن النهائي على بيترو أتليتيكو اليوم يلعب الدور الربع النهائي أمام ريفيرز النيجيري في قاعة أرينا كيغالي إن شاء الله بالتوفيق لممثل كرة السلة التونسية الاتحاد المنسيري. شكرا ليك محمد الهادي بخوش فكر المستمعين مانشستر يونايتد ربح في الدربي النهائي مانشستر تحب برشا مانشستر طبعا بفلوس هذاك علاش مانشستر وربحناهم في سنين واحد وفي الاخر مانشستر يونايتد يمنع السيزون بلقب مهم ومهم جدا جدا مش اهم البريمير ليج ومش اهم تشامبيونز ليغا فاصل ومواصلين خير انتم تسمعوا في خالد العبيدي من 7 ل 10 متاع الصباح على اي اف ام احلى راديو. مرحبا بكم من جديد 9:33 دقيقه حلقه 227 ماي 2024 ماتينال سيديس في النصف ساعه الاخير بعد شويه باش نكونوا مع محمد علي الفرشيشي من بوان مارشي اما توا جيت ياسمين بن نور وباش تحل الدوسي نتاعها اليوم على قانون الشيكات اللي عامل جدل كبير. صباح النور ياسمين. شنو هي الحكايه؟ صباح النور صباح الخير مره اخرى باش نرجعوا ليه موضوع الشيكات بدون رصيد ومشروع تنقيح الفصل 411 من المجله التجاريه. هوني نحكيوا على مجلس او اجتماع مجلس الوزراء 22 مايو يخص بالنظر في مشروع قانون يتعلق بتنقيح احكام الفصل 411 من المجله التجاريه واللي وقع المصادقه عليه من قبل المجلس وباش يتم عرضه على مجلس نواب الشعب تضمن تعديل لاركان جريمه اصدار الشيك دون الرصيد والعقوبات المقرره له. فما برشا ارقام الضاربه يا خالد كما نعرفوا في ما يخص الموقوفين والمدعين بالسجن. نحكي هوني برشا ارقام سمعناهم ونحكيوا على مثلا 7200 سجين 10800 مفتش عنهم اكثر من 500 الف شخص متعلقه بقضايا دون شيكات لكن هنا الارقام الرسميه جينا من عند وزاره العدل. أيوة. شو قاتلنا وزارة العدل هنا الحدود شهر أفريل 2024 العدد الجملي للمودعين بالسجن من أجل ارتكاب جريمة إصدار شيك دون رصيد 496 مودع. أيوة. فيهم 292 محكوم 204 موقوف بعدد قضايا 11265 قضية. قديش؟ 11265 قضية لكل شيك قضية. أوكي. هذيك علاش 11000 شيك على 496 موقوف 496 شيك اوكي هذا هو 11265 قضيه لكل شيك عنده قضيه. النقاط اللي تم تداولها في المجلس الوزاري نحكيه على نقطه اولى هما 6 نقاط اللي جاوا في باج رئاسه الحكومه باه نحكيه على 6 نقاط مراجعه العقوبات. النقطه الاولى مراجعه العقوبات السجنيه والماليه في اتجاه التخفيف باه النقطه الثانيه التنصيص على إمكانية استبدال العقوبة السجنية بعقوبة بديلة. طبعاً بعد بأكثر تفاصيل نرجع وش معناها عقوبة بديلة. النقطة الثالثة تجريم تسلم الشيك على وجه الضمان شيك على وجه الضمان اللي هو تو ولا شيك دو جارانتي مش هو اللي ممنوع معناها هو ممنوع بطبيعته. أوكي. هو معناته هو بطبيعته ممنوع هو كما اللي يعطي كما اللي ياخذ. باه. هو نفس المشكل معناته على وجه الضمان ولا مؤجل دفع. باه. كيف. إقرار وجوبيت نقطة الرابعة إقرار وجوبيت ضم العقوبات المحكوم بها بنفس الجلسة. نقطة الخامسة مراجعة العقوبات السجنية المحكوم بها بمحاكم مختلفة في محاكم مختلفة. نقطة السادسة والأخيرة نحكيه على توسيع نقاط إجراءات التسوية ليشمل بالإضافة إلى مرحلة التتبع والمحاكمة مرحلة التنفيذ. ملاحظة مهمة جدا هوني هو قلب الرحافي هذا الكل يلزم الشيك يرجع لشنوة يرجع لدوره الأساسي والأصلي اللي هو وسيلة خلاص وسيلة دفع حني
اي باه وسيله دفع ما يلزموش يكون لا ضمان ولا مؤجل دفع. الملاحظه المهمه في هذا الكل وانه من بين الحلول الاشكال هذه خاطر يلزم يقف النزيف نتاع اصدار الشيكات بدون رصيد هو الشكل الالكتروني واللي لم يتم التداول في شانه في المجلس الوزاري على الاقل في 6 نقاط اللي خرجوا هذوما في المجلس. باه معايا باه معاك مع شكون وهذا اللي غاب على المجلس هذه هي الملاحظه اللي يلزم نطرقوا لها. واحنا باش نعرفوا التفاصيل اكثر معنا سي عبد الرزاق حواس الناطق الرسمي باسم جمعيه تونسيه المؤسسات الصغرى والمتوسطه. سي عبد الرزاق صباح النور. اهلا وسهلا صباح النور وشكرا على الاستضافه على الراديو. مرحبا بك. باش نبداو احنا في البدايه قبل كل شيء الى اي مدى النقاط اللي تم تداولها في مجلس الوزراء في مجلس الوزراء اللي تم المصادقه عليها وباش تمشي توا بيانتو للمجلس تتوافق مع مطالبكم انتوما كمؤسسات صغرى ومتوسطه بصفتكم الفئه المعنيه اكثر بقانون الشيكات بدون رصيد؟ نحن من 2020 معناتها بدينا معناتها في موضوع الطلب بتغيير القانون نتاع الشيكات وطلبنا بالغاء العقوبه السلبه للحريه وهذا من 2020 ونحن نعملوا في المراسلات لرئاسه الجمهوريه رئاسه الحكومه الحكومات المتعاقبه قدمنا حلول قدمنا مقترحات. ونحب نذكر انه حتى في حكومه الفخفاخ فما مقترحات دخلوهم بعين الاعتبار حاولنا ان نمشيوا في رفع العقوبه السلبه للحريه. بالنسبه للست نقاط اللي تم ذكرهم راهم النقاط هذوما فما اشكاليه واحده تقعد ديما هو انه اليوم الشيك خرج من وظيفته. اولا بتاع الشيك ضمان هو مجرم وحتى الشيك مؤجل الدفع هذا مجرم معناتها الزوز راهم مجرمين لكن المشرع ما ياخذهمش بعين الاعتبار معناتها ما يتمش تطبيقهم حتى في المحاكم وقت اللي يجي يسالك خالص ولا مش خالص ما يهموش فيك اعطيته ضمان اعطيته مؤجل الدفع ماهيش من المشكل المفيد خالص ولا مش خالص. هذا هو الاشكال انه العقوبه السلبه للحريه هي جاءت لحماية الورقة التجارية كنقد لكن المعاملات التجارية خليت أنه خرج من وظيفته الأصلية في عود يكون وسيلة دفع حماية ولا وسيلة معناتها اقتراض وإلا وسيلة دفع مؤجلة وإلا ضمان. بس يا عبد الرزاق نمشي معاك بالنقطة بالنقطة مثالش خلينا نرجع شوية على التفاصيل. النقطة الأولى في ما جاء المجلس الوزاري نحكيه على النقطة الأولى مراجعة العقوبات السجنية والمالية في اتجاه التخفيف. باهي يعني مطلب العفو هوني العام اللي طالبتوا به برشا ماهوش مطروح نحكيه على تخفيف يعني ما العقوبة السجنية مش باش يتم إلغائها. نمشي معاك بعد شوي في النقطة الثانية إمكانية استبدال العقوبة السجنية بعقوبة بديل. الإمكانية لهنا لشنو اتخذ حسب اي معايير باش يتم التقدير ثم ان العقوبه البديله في تونس قادرين وان نطبقوها نعم او لا؟ هذا هو السؤال المهم. الساعه خلنا نزيدوا نحطوا كل شيء في اطاره ما ننساوش خطاب رئيس الجمهوريه اللي كان فيه معناتها دو ميساج واضحين. الاولاني انه قال انه يتداول معناتها المجلس الوزاري دونك معناتها مازلنا في تحضير البرنامج قالنا زاد انه الفصل 410 اللي هو مازال لتحميل المسؤوليه للبنوك هذا زاد مازلنا ما ريناهوش مازلنا ما نعرفوش شنو اللي فيه. في نفس الوقت ثم معناتها حاجه ذكرت في الخطاب اللي هي تريز امبورتونت هو انه وقت اللي يقول لك هي مساله عائلات معينه تسيطر على الاقتصاد والعائله يوضح لك الرؤيه كامله معناتها كي تخزر لها نتاع قانون الشيك. تحب نفسر حاجه زاد للمستمعين انه راهو قانون الشيك راهو توجد لاخراج البنك ساعه من المسؤوليه والتنقيحات الكل جات لاخراج البنك من المسؤوليه واخراج السيد زاد اللي خلى الشيك من المسؤوليه. اي وفما برشا حالات صارت قبل وقت بورقيبه تنقيحات على خاطر وزراء وقفوا قدام المحكمه. دخلت بورقيبه دخل تنقيحات على القانون باش السيد اللي خذا السك ما يتمسش ما يقربوا حد ما يدخلش المحكمه. معناتها هذا الكل هو شنو هو؟ هو عمليه معناتها خدمه نتاع قانون على المقاس.
نعاود نرجع توا للنقاط. اذا كان باش نحكيوا على العقوبه البديله، هوني نحن في حضور شنو؟ في حضور علاقه ماليه بين ذمتين ماليتين، وهي معناتها تخلي انه العقوبه تمشي عقوبات بديله ماليه. اذا كان باش نمشيوا في عقوبه مثلا بديله، نعطي مثال مثلا، مثلا نقولوا السوار الالكتروني. نحن مازلنا ما عندناش سوار الالكتروني. وحتى النصوص مازلنا ما عندناش. نتعدى عقوبه اخرى بديله، هي عقوبه العمل لصالح العام. تخدم للدوله. هوني انت صاحب مؤسسه، اذا كان تورط في سكوك ما تنجمش تهز يخدم، ما عندي خلي المؤسسه ويمشي يخدم في صالح العام. هذه كيف كيف؟ وين نمشي عقوبات بديله؟ فما بقات حاجه واحده، هي العقوبات البديله الاداريه الموجوده. هو شنو؟ يحرم من صيغه الشيك، يحرم من اصدار السكوك. اللي هو موجود بالتوسع عبد الرزاق، هذا هو معمول به، هذا هو الموجود، هذا هو اللي تمشي به الناس. هو موجود على خاطر هو موجود في باكيج كامل. هو انه فيها فما عقوبه تجنيه، هذه اول حاجه. فما عقوبه اداريه اللي هي يحرموا من البنوك ويسكر عليه الكريديات ويسكر كارد كريدي. بون كارد كريدي تلقى عنده، ينجم يكون عنده مشكل سكوك وعنده كارد كريدي، وسمحني كارد بنكي مش كارد كريدي، كارد بنكي موجود، يجب يكون عنده كارت بنكير وعنده حساب يخدم به وحده. لكن توا باش تولي تنزل تضيق عليه اكثر، تحتروا بالحسابات البنكيه. شنو طالبين انتم سي عبد الرزاق؟ نحن نحبوا نمشيوا اللي مشات فيه كل الدول، بما انه الشيك خرج من وظيفته وكل الصكوك المتداوله هي صكوك مؤجله الدفع وصكوك ضمان، هو تغيير المنظومه كامله. اولا هو رفع العقوبه السالبه للحريه لإجبار المنظومة البنكية للدخول للدورة الاقتصادية وتمويل الدورة الاقتصادية على خاطر يخرجهم يخرجوا من زون دو كونفور. واضح. هذه الأولى. الحاجة الثانية هو تحميل المسؤولية للبنك. راك أنت اليوم كي تعطيني تسهيلات بنكية، ما تجيش غدوة تقول لي ليه والله الإدارة قررت راهو كالتسهيلات اللي كنا عاطينك مثلا 150 مليون في الروج، رانا بطلنا، راهو الإدارة حسب الشفر نتاعك طاح، راهي الإدارة قررت باش تردوا لك 30 ولا قررت باش تردوا لك 50. هذا مش من حقك، أنت ما تعرفش عليا أنا شنو اللي مسير، أنا شنو اللي عامل، شنو برنامجي. ما تنجمش أنت وسط الطريق تقول لي أنا نخاف من المخاطر ما نكملش معاك. باهي. بربي هو حاجة واحدة، احنا الشيك بلغتنا احنا علاش نقدروه الشيك؟ خاطر يدخل الحبس، كمبيلة ما تدخلش الحبس وشيك يدخل الحبس. إذا كان إذا ولا وهوني مانيش قاعدة ندافع على حتى طرف من الأطراف. كان نحيو الحبس، كان نحيو الحبس، القيمة نتاع الشيك اللي هو قيمة اللي هي رادعة. وهي رغم هذا مش قاعدة تردع في الناس، لأنه العبيد توا بالضيقة اللي هي موجودة فيها قاعدة تصيب في شيكات دون الرصيد. هل الشيك من بعد باش يولي عنده قيمة، نعم أم لا؟ إذا كان باش تسلم باش نحي منه العقوبة السجنية. ثم أنه توا احنا عندنا حركة نتاع سوق كاملة، يعتبر تداول هذايا اللي هو ضمان واللي هو مؤجل الدفع. هل التجار خلقوا عرف جاري بيناتهم وانه ضمان ومؤجل الدفع؟ هذا واقع نحب ولا نكره، هذا معناتها موجود. كي باش تنحيلو انت الحاجه هذيك، فما عرصه هوني نتاع 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 معاملات كانوا يتعاملوا بها التجار باش تنحى. هوني هل الفجوه هذيا كيفاش باش نملاوها؟ هل العبيد اللي كانت عندهم فاسيليتي وهاو نعطيك شيك وصبوا في الدات الفلانيه وها شنو باش نعملوا لهم بالضبط؟ كيفاش باش يولي شكل السوق؟ فوالا السؤال. كيفاش باش يولي شكل السوق؟ اول حاجه ساعه خلينا نبداو بها لارجاع ثقه الشيك. اولا ساعه كي ترفع منه العقوبه السلبه للحريه يرجع لوظيفته، انت تولي ما عادش تقبلوا ضمان وما عادش تقبلوا مؤجل الدفع. هذه الحاجه الاولى، باش تولي تقبلوا كان حيني على خاطر ما فيهوش عقوبه سلبه للحريه، هذه الاولى. الحاجه الثانيه انه تحب تعطيه قوه، سهل ياسر. القوه الائتمانيه والا تعطيه القوه الالكترونيه. يا اما تعمل له شيك الكترونيك وترده حيني يقوم بوظيفته توا تعطيه وتقبل الفلوس وتريزيرفي المونتون تاعك، يشعل لك اخضر تقبل، يشعل لك احمر ما تقبلش. سي عبد الرزاق، انت تعرف اكثر منا انه المرشي ماشي باللي شيك كونفيدنتي اون فيت، معناها ما تنجمش ما تنجمش تنحي الشيك كغارونتي من المرشي. هاو شوف اسالك علاش تنجم ترجع تنحي الشيك كغارونتي؟ انت اليوم عندك
مؤسسات بنكي اللي هي تقول لك شد هاو كارني واعمل شيكات ضمان ومؤجله الدفع واخدم بيه وتحمل انت مسؤوليتك. انا خارج الدوره الاقتصاديه شنو يمشي يصير انت تو؟ انت ترفع العقوبه السلبه للحريه ويولي ما عادش فما شيك ضمان ومؤجل الدفع. المؤسسات الكبرى اللي قاعده تخدم مع المنظومه البنكيه وتجبد في المليارات كيفاش باش تبيع سلعتها؟ باش تبيع 20% 30% جرام ماكس اي والباقي كيفاش تعملوا؟ كيفاش باش تغطي الكريديات اللي خذيتهم من عند البنك؟ هوني اللي صار في فرنسا انه تجي البنك يقول له اسمعني اعطيني القائمه نتاع الحرفاء نتاعك انا باش نمولهم باش ينجموا يقضيوا من عندك. تعمل سيليكسيون تاع الحرفاء تقول تقول هام الحرفاء الباهين لقيت راهو مثلا عندك 20 حريف هذوما انا مستعد نمولهم راهم هذوما نظاف وباهين وفي المنظومه البنكيه امورهم لاباس. تمشي له اللي صار في فرنسا وصار في عديد الدول يمشي يعملوا كوميرسيال البنوك يقول لك اسمعني انا نغريك باش نخليك انك تدخل المنظومه نتاعي ايجا معايا باش انت خاطر تقضي من عند فلان راني انا باش نمول لك ستوك راني انا باش نعطيك قرض باش تنجم تخدم المؤسسه نتاعك. وقتها ولينا ثلاثه المستفيد ومصدر الثق وشكون معاه البنك وهذه تولي معناتها انشان دو فالور ونوليو الكل مع بعضنا نخلقوا الثوره وتولي تتبدل حتى العقليه تتبدل ما عادش يا مواطنين تحكيو بينات بعضكم وراق ودخلوا بعضكم للحب. واضحه الفكره وخير قلعت. ترى انه اللي عملت عملش الوزيري ماشي دون سو سونس ولا لا؟ والله ما بالنسبه للنقاط راه ماهمش واضحين راه من بالتجمع ليتهم النقاط مازالوا في التداول. ثم نقطه واحده اللي هي واضحه هي النقطه الاولى وما تنجمش تحكم عليها بعد خطاب رئيس الجمهوريه هي مراجعه العقوبه السجنيه والماليه في اتجاه التخفيف. هذه هي واضحه الجمله ما فيهاش حتى تفسير. لكن ما ننساوش الخطاب اللي جاء وقت اللي قال رئيس الجمهوريه قال ما يتداولوا مازال يتداول معناتها مازلنا في التداول. واضح. شكرا لك سي عبد الرزاق حواس رئيس الجمعية الوطنية للمؤسسات الصغرى والمتوسطة. شكرا لك ياسمين بنور. شكرا على الملف نتاع اليوم. غدو نحكيو على الفسير. اي غدو نحكيو على الفسير ان شاء الله ونحلوا الملف نتاع الفسير. فاصل صغير بعد شوية بوان مارشي مع محمد علي الفرشيشي. انتم تسمعوا في خالد العبيدي من 7 ل 10 متاع الصباح على اي اف ام احلى غاديو. مرحبا بكم من جديد. تقريبا وصلنا لاخر موعدنا اليوم في الماتينال سيديس على اي اف ام حلقه 227 مايو 2024 باش نختموها مع محمد علي الفرشيشي. صباح النور ورد والياسمين ليكم ولكل المستمعين وبيانسير ما ننساوش الناس اللي في الريزي واللي قاعدين نتعبوا فيهم احنا. هما نقولوا ان شاء الله بدايه اسبوع نشيطه للجميع لكن بدايه الاسبوع ونهار الاثنين في المرشيات ما تكونش نشيطه تمشي تو دوسمون لما تاع باتروفيت لسوار كيما تشوف هو الدنيا فريسك. احنا جينا الحي ابن خلدون واحد ايوه وخلينا نبداو خلينا نشوفوا احنا تعرف ازاي العد التنازلي يا خال ومشين العيد الاضحى المبارك ان شاء الله يكون مبارك على الامه الاسلاميه كل. خلينا نبداو بالحوت وين تاع هاني جاي للحمى الحوت بابا ما فهمناش بيه كعبله كعبانه فرحان انت معناها انا تو مستعد ما نلقاش كعبه حوت منين نجيبوه نعرف عليك انا انت القديم لهنا تعرف الحوت تاع الحوت ودي تعرف احنا نعرف تعرف الناس اللي تمر على الحوت اي الحوت بقري يبيعوا فيه ب 2000 و 15 جنيه يا حسره وتو من 10 يا ولدي يا زين تعليم الصغر ايوه ايوه ربي يسهلها. قديش العلوش طبعا 45 والبقري هبره 42 تبيع لي بالشيك انا نعطيك شيك تبيع لي اونتي زاتير نعطيك شيك توا يخلص كما نحب انا ها يا سيدي هاك سمعت نجم يا خالد نبيع بشيك اونتي زاتير ولا كيفاش توا لو تحب توهم لو تحب توهم المستمعين اللي انت ما عندكش اموال طائله وتخلص في اللحم مش خالط على حق كيلو اللحم تو هكا تو دالي وين نعرف يا خويا لا لا نعرف جيت كان نعرف الحقيقة أنا بين قوسين رومانديش أنا شكي خير معروف بالكاش أنت الدجاج لهنا وقيدوه من المرشي 8400 دجاج تعرف اللي اليوم أنا تركزت على الدجاج نلقاه يتباع في المسالخ في البتوارات ب 8400 8400 اي علاش هو التويكه لهنا 8400
وسوا كان نمشيو في العلامات ودرشوا في القاب 9800 الدجاج. دونك يعني لهنا سوم الجروب كما قلت انا القيدوم ايه نور الدين القيدوم وينو العلوش يا فارغ المرشي المكان تاع المرشي فارغ جمله المرشي داليه هذا لهنا مستنسين الحواته يبداو معناتها ريفاليتي ما بيناتهم على بيت العلوش قداش عندك العلوش 45 وليهم وينو تو مشى يسرح به لاحوت العلوش لاحوت العلوش لا ثم الدجاج وشفنا تو العلوش هذه ب 45 اللي موجود عنده ذاك الاولاني بكل اما هات تشوف اللي تا ماني قلت لك راهو نهار الاثنين معناها صعيبه برشا باش تلقى مرشي ولا باش تلقى معناتها حركيه في مرشي باهي على خاطر الناس هذه دخلت في عاداتنا نهار الاحد نمشيو نقدير صحيح هذا قداش اليوم؟ 89 هذاك سمو اللي قاعد متداول هذاك هو هاو لهنا ب 89 يا خال اللي كنت نحكي عليه تويكا انا وعن جرب 8400 9800 ها هو 9900 هي 10000 هذاك 10000 معناها مشيت 10 متر وزدت 1600 دينار في العلامات في المكازان اي ما هو يحسبوا له الامبلاج حكي له علينا اما هذا السوق تو المتداول خاطر انا اليوم شفت اللي هو قاعد يخرج من البطوارات ب 8400 دونك زيدوا يوصل حتى ل 8900 هاي واش هذه معلومه جديده موجود يا خويا هذا اللي بقى معناها الحاجه الوحيده اللي التونسي توا قبل سامحني باش تفهم العادات الاستهلاكيه نتاعنا تغيرت قبل كنت انت كدجاج وقت اللي يجي عيد كبير تبقى بالشهر وتنفك توا يمكن كان تقعد جمعه تسمى برشا لانه الناس ما عاد خالصه باش تاخذ اللحوم الحمراء يجيو للدجاج الدجاج هكا غالي برشا هكا غالي ليه وين العلوش يا شباب هو مشى وين مشى مشى البطوار ربي يحينك ربي يعينك صباح الخير شبيه العلوش وين وريني علوش بابا ترى هكا هو لطف عليك لطف عليك يا راجل يهديك دالي ذولي الدوره نتاعك اليوم الدوره نتاعك اليوم صغيره هاي باب هاي على الاقل نعملوا لوبيا خضراء هذه تجي سلاطه ولا تجي صبري بنينه تجيب ماكله مش بنينه تجي سلاطه بنينه اللوبيا الحمراء ب 4000 ب 5000 اسمع دلي 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 كيلو كيلو مش رطل يسمع فيه دلي الفرشيشي ولا كيف خل من غير ما تشلق لي بحذيك اما قش ظاهر راهي سلعه البارح وبي ترى اي بالطبيعه هي كلها سلعه البارح اخي اليوم ما تسماش مرشي الفضوح شاشي اوكي في بالي هذا الفركوكي مش الشاشي هي تاع القروان تاع الشبيكه شبيكه والسبيخه كي شريت هذوك اما هذا البرقوقي ما تعرف هو برشا انواع سلام تقلب الزواقه لهنا هاي هاي هاك بسته دينارات لهنا هاي نواصلوا دالي هاي 30 ثانيه هاي اي هكا هو عاد هكا هو يا زميل اي يا زين انا عشان في الحلقه بس ثلاثه اهلا بيك سافوا اخويا اي زينه دالي ان شاء الله ميرسي بوكو ميرسي بوكو دليل فرشيشي من سوق حي ابن خلدون واحد غدوه ان شاء الله سلعه فريشكه ويرجع العلوش ويرجع الحوت ونرجع نشوفوا الاسوام اللي ان شاء الله تكون باهيه مشكور جدا محمد علي الفرشيشي شكرا ليك وربي جريعة سلاح يا خالد ربي جريعة سلاح 9:58 دقيقة شكرا للفريق الكل باجا في الإخراج إيمان في FM TV نرمين في الديجيتال حسين ممشي في الأعداد أريش حمروني ياسمين بنور أسامة السعفي وشكرا لكم توما اللي سمعتونا من السبعة نتاع الصباح